بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، نفذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في قطاع الصحة العمومية إضرابا حضوريا عن العمل، وذلك بعد فشل جلسة التفاوض مع سلطة الإشراف وتمسك الأطباء العامين بمطلبهم المتعلق بالتنظير الآلي والأكاديمي والتأجيري لطبيب مختص في طب العائلة. اليوم احنا حابين نعبروا مرة أخرى على مواقفنا بالنسبة للقانون الجائر 341. مطلبنا واضح، هو التنظير الآلي اللامشروط بدون أي امتحانات، بدون أي أمر آخر، من صفة طبيب عام إلى صفة مختص في طبيب العائلة. اليوم رانا باش نتعداو لمرحلة جديدة في تعاملنا مع الكوفيد، ويظهر لي إذا كان نحكيو على إضراب هذا باش يقلق العملية الصحية وعملية التغطية الصحية. إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بجميع المؤسسات الصحية في كامل ولايات الجمهورية تعطلت معه مصالح المواطن. المدام عندي مريضة ونحب تعديهم، فماش طبيبة شنو الحل؟ شوفوا لنا حل بالله. جي نزف الدواء الوالدة، واحد متاع الدم والسكر، واحد اللي هو تو قداش من شهر نمشي ونجي، فما برسك شهر ونص الدواء مفقود وخلاص. الإضراب هذايا ما يخصناش، يخص الطب. احنا كان ديزانفيرمي نخدموا في الفارماسي ونعملوا الاسوا متاعنا والمستوصف محلول. جيست لا الكونسلتاسيون فماش. إدماج الأطباء العامين في منظومة طب العائلة وإصدار الأمر المتعلق بتنظيم الإدارة الجهوية للصحة، بالإضافة إلى ترسيم كافة الأطباء المتعاقدين، جميعها مطالب جددت طرحها النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية خلال الإضراب العام.